تساؤلك صحيح. أنا تحدثت قبل يومين بلقاء تلفزيوني كان على قناة 24، تحدثت عن هناك يعني سابقا قبل استلامنا الإعلام والطلب وتكليفنا من قبل دولة الرئيس ثقافة الفساد موجودة في الهيئة. نعم. للأسف بعض الإخوان يتحدثون عن حالات فساد هنا وهناك في الهيئة العامة للضرائب، لا هناك ثقافة للأسف الشديد، لكن بدأنا بمحاربة هذه الثقافة من خلال دعم دولة رئيس الوزراء الكبير حقيقة للهيئة العامة للضرائب وأيضا دعم الوزيرة. بدأنا بتاريخ شهر الرابع عام 2023 بدأنا بالإصلاح الضريبي خطوة بخطوة حتى انتهينا إلى يوم 6/12 عقد هذا المؤتمر مؤتمر إصلاح الضريبة العادة والتضييق بحضورة أيضا، وتوصلنا إلى توصيات المؤتمر إذا يسمح الوقت.